واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ركن. أولا، استعد لتأتي معي إلى مقر الهيئة العالمية للمسلمين الجدد لنتعرف على مسلمين جدد من بلدان مختلفة ونعلمهم مبادئ الإسلام. حسنا. واجبات أخرى؟ السلام عليكم. وعليك السلام. لا تقلق، فهذه ليست واجبات مدرسية ولكنها واجبات الصلاة. للصلاة واجبات؟ نعم، أولها أن تكبر في كل رفع وخفض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأيضا قول: سبحان ربي العظيم في الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فسبح باسم ربك العظيم. وقول: سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد. وكذلك قول: ربنا ولك الحمد في الاعتدال من الركوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. وقول: سبحان ربي الأعلى في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبح اسم ربك الأعلى. وأنا أصلي ذات مرة سمعت من بجانبي يدعو بدعاء بين السجدتين. بالفعل، فمن واجبات الصلاة قول: رب اغفر لي بين السجدتين. وأخيرا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولكن ما الفرق بين أركان الصلاة وواجباتها؟ تتفق الأركان والواجبات في أنها لا يجوز تعمد تركها، ويختلفان في أن الركن إذا تركه المصلي سهوا فإنه إذا ذكره قبل الوصول إلى محله من الركعة التالية رجع إليه وأتى به ثم أكمل صلاته وسجد للسهو. وإن كان قد وصل إلى محله في الركعة التالية فسدت الركعة السابقة وحلت الركعة التالية محلها، ثم يكمل صلاته ويسجد للسهو. أما الواجب إذا تركه سهوا فإنه لا يرجع إليه ويسجد للسهو في آخر صلاته. وهناك كثير من أحكام الأركان والواجبات، منها أنه من رفع من الركوع أو السجود ثم سجد مباشرة دون أن يقيم صلبه فقد ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الطمأنينة، وكذلك من رفع قدميه أثناء السجود كله فقد ترك ركنا من أركان الصلاة وهو السجود على الأعضاء السبعة. كما أنه لا يجوز في السجود وضع إحدى القدمين فوق الأخرى، ويجب على المصلي أن يحرك شفتيه ولسانه في الذكر الواجب في الصلاة من القراءة وتسبيح الركوع والسجود، ولا يكفي مجرد إمرار ذلك على قلبه. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم. تعلمنا اليوم واجبات الصلاة، وهي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: قول سبحان ربي العظيم في الركوع، قول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع للإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد في الاعتدال من الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين. التشهد الأوسط والجلوس له: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، وتعرفنا الفرق بين أركان الصلاة وواجباتها وبعض أحكام الأركان والواجبات.